سلام المسيح أخوتي، والله معكم. بنحييكم وين ما كنتوا بأرض الإمارات الحبيبة عبر صفحة eChristian.ae. مثل ما تعودنا عم بنتابع سلسلة اللقاءات بعنوان زدنا إيمانا لزمن الصوم 2020. هلأ بترككم بالمحاضرة الخامسة مع المونسينيور أنطوان ميخائيل. الله معكم أخوتي الأحبة برعية سانت ماري بدبي وبجبل علي ديس فرانسيس. كمان منواصل هالسلسلة الأحاديث اللي عم نعطيها بمناسبة الصوم المقدس اللي هو زمن توبة وعودة إلى الذات وإلى الله وإلى القريب مثل ما بتعلمنا الكنيسة. وحبيت يكون الحديث هلأ معكم اللي عم بيسمعونا أو عم بيشوفونا عن التوبة كمسيرة مع الروح القدس أو بقوة الروح القدس الشافي والمقدس. هودي صفتين كتير مهمين بنعطيهم للروح القدس لأنه يمارس بقلب حياتنا دور الشافي من خلال اللي بنسميهم أسرار الشفاء اللي هي سر التوبة وسر مسحة المرضى. أسرار الشفاء لأنه موجه إلى شفاء الإنسان الروحي الداخلي وحتى الجسدي. ودوره المقدس لأنه هو بيشفي كمان بس بيقدس، يعني بيعطينا بيحط فينا كل الرغبات الصالحة والعطايا المميحة لحتى نحن نكون مسيرتنا مسيرة قداسة ودعوتنا دعوة إلى القداسة. فإذا التوبة اللي عم نعيشها نحن وياكم ككنيسة بهالصوم هي تحت علامتين: الروح الذي يشفي والروح الذي يقدس. وهودي صفتين الروح القدس إذا بدكم هيك مختص فيهم لأنه هو اللي بيحقق فينا هالشفاء وهالقداسة، طبعا يزرع فينا حياة المسيح ويقوي فينا بنوتنا تجاه الله الأب. هالصفتين فإذا رح نبلش فيهم. أول شيء هالتوبة هي ليستوما الأكويني بيقولوا روح القدس هو اللي بيقودك للتوبة، ما هو اللي بيدفشك، هو هالقوة الدافعة اللي انت خدتها بسر العماد، قوة دافعة محركة مثل موتور. ما عنديش غير نقول مثل موتور. أنا بدي أعتبر حالي سيارة، معلش اللي أعطينا هالتشبيه اللي كتير منه كتير دقيق، بس إنه أنا سيارة والموتور هو الروح القدس هو اللي بيدفشني هو اللي بيحركني وبيحركني دائما صوب الأمام. بهالسيارة ما في أريير، ما في أريير، هي دائما صوب الأمام. الروح القدس فإذا يدفعني، إذا كنت أنا راجع الوراء هالروح القدس يدفعني نحو الأمام نحو الغاية، بيوصلني إذا بدكم إلى باب التوبة، بيحركني من الداخل، ما هيك بيهيئني من الداخل. إذا كنت أنا عم بعيش للأسف وما لازم بحالة خطية، الروح القدس بيحرك فيي الرغبة بالعودة إلى بيت الآب مثل ما هالابن الشاطر حرك فيها العودة أو الرغبة بالعودة إلى بيت الآب، ما هيك بمثل الابن الشاطر بلوقا 15. فإذا الروح القدس بيحركنا صوب التوبة وبيشتغل فينا شغلتين لما نحن مننال سر التوبة، بيشتغل فينا شغلتين. أول شيء بيعمل عمل الحكيم الطبيب، أيها الطبيب السماوي. المسيح بنقله الطبيب، بس كمان فينا نسمي الروح القدس الطبيب السماوي لأنه بيعمل عملية جراحية أو بيعمل عملية تطبيبية، بيشيل منا علامات المرض والموت. الشفاء بيقتضي حتى واحد يشفى بيقتضي انه بيكون مريض، مش هيك انه ما فينا انا اشفى اذا انا شافي مني ما بشفى. انا بشفى لاني بكون بحالة مرض، ما هيك بحالة ضعف، بحالة وهن، بحالة ما هيك عدم توازن، كلها بنسميه المرض لما بيفوت على جسم الإنسان مثل ما هلا عم نعيش للأسف اختبار هالكورونا، ما هيك لما بتفوت على جسم الإنسان بتخربط له كل توازنه الجسدي والنفسي والروحي كله بتخربط معك. فإذا في عدم توازن بيفوت على قلب الإنسان من خلال هالمرض هيدا. وكذلك الخطية فينا نشبهها بهالفيروس إذا بدنا نقول اللي بيفوت عنا وبيقتل فينا، بيخربط فينا التوازن، بيخربط لنا علاقتنا بربنا، علاقتنا بالآخرين، علاقتنا بالناس، لأنه الخطية هي مرض بيفوت على طبيعتنا اللي هي بأساسها مقدسة، لأنه من جرن العماد برجع بقلكم تقدسنا، بيفوت هالمرض هيدا على وبيصير يخربط لنا كل حياتنا. والمزعج إنه هذا المرض بيطلع شوي، ما في حدا بيمرض دغري، ما بتعرفوا انتم بالعالم الطبي ما حدا بيمرض دغري. المرض هو بيكون رجع عنده مرحله طويله، بيهيئ حاله مرحله طويله، وبالتالي هالخطيه لما بتفوت على قلب الانسان بتقتل فيه، بتقتل فينا بيقولوا بالتعليم الكنيسي التقليدي، بتقتل فينا حياه النعمه شوي، بيصير انت
تنزف مثل هالمرأة المنزوفة، ما هيك تنزف الحياة منك شوي شوي، وتصير تخسر شوي شوي حياة النعمة وبتفوت تحت حالة الخطية. وهي دي من أصعب الأمور، لأنه قد ما بتتسلل لنا هالأمور الغريبة، هالأمور اللي هي منا من طبيعتنا، دايما انتبهوا، الخطية منا من طبيعة الإنسان المسيحي. الإنسان المسيحي إنسان مقدس، وما حدا تسمعوا من حدا يقلكن أنه الخطية مثل كأنها شغلة ضرورية، أمدا. هي دايما شيء غريب وشيء استثناء أنا بعمله بحياتي، ما حدا يقول غير هيك، هذا تعليم الكنيسة. كان الخطية دايما هي استثناء، وهي شيء منه منيح، ولو عملت 20 مرة بالنهار دايما بدي اعتبرها استثناء، وحالي منه مزبوطة، حالي مرضية لازم أنا اشفى منها. فإذا تتغلغل الأمور على حياتنا الشخصية، على حياتنا العائلية، انتبهوا، يعني كتير الخطايا منا بس اللي بعملها أنا بيني وبين ذاتي، في خطايا يمكن بعملها حتى بقلب عائلتي، بقلب مجتمعي، بقلب شغلي، هو كلهم بيتغلغلوا إلى حياتي وبيصيروا متملكين. بولس بينبه المؤمنين بيقولوا لا تسودن الخطيئة عليكم، ما تخلي الخطيئة تتملك فيك، ما تتملك فيك المرض، أوه بيصير بدك مجمع أطباء، ما هيك. لا تسودن الخطيئة على جسدكم، ما تخلي الخطيئة تسيطر عليك، أنه بيصير صعب. وأباء الكنيسة كان يقولوا الخطيئة بتصير طبع تاني، بتصير طبيعة تاني فيك، إذا تملكت فيك بيصير من الصعب جدا أنك، لذلك سر التوبة معمول لحتى ما تتملك فيك الخطيئة، لحتى تتخلص منها بسرعة. في دواء بدك تاخده، وهالدواء بيأمن لك إيه؟ الروح الشافي الذي ينقي ما هيك هالحياة تبعك من كل العناصر الغريبة. كتير مهم تقول يا عمي أنا أعمل جردي على حياتي، هلا زمن الصوم وزمن جردي، في جردي بدي أعمل أنا، شو هي العناصر الغريبة اللي أنا سمحت لها تفوت على بيتي، على عائلتي، على قلبي، ما هيك فتحت لها الباب؟ ما في شيء بيفوت إذا أنت ما فتحت له الباب. بيقول القديس أغوستينوس مهما كان الشيطان قوي، ما هيك إذا الشيطان هو اللي بيسبب الخطايا، ما هيك بيقول مهما كان الشيطان قوي ما بيقدر يفوت إلا إذا أنت فتحت له الباب. بدنا نسأل حالنا اليوم، ما هيك ديش نحنا منفتح أبواب ومنترك الأشياء تفوت علينا، تتغلغل على حياتنا وتقتل فينا للأسف حياة النعمة. بدنا نعمل جرد كتير، وعم بقول جرد يومي بيسموه فحص الضمير، أكتر من فحص ضمير، بدي يكون أنا منتبه لحتى ما أتهاون بأي شر أو بأي خطيئة أو بأي أمور ما منيحة بعملها، وما أتعود على الخطيئة، ما نتعود على الشر. ولولا العالم قالونا هيدا منيح، ولولا قدمونا الخطيئة بطوب كتير منيح، إحنا ما لازم نتعود، لازم نترك الروح القدس يشفي فينا هالميل إلى الخطيئة. أن ميل للخطية سبحان الله من أبينا آدم وجاي، مش هيك منقول؟ هالميل للخطية نحن لازم نطلب من الروح يقوم لنا ميولنا، ما نصير نميل دايما نحو الخطية، يشفينا بإرادتنا، بعقلنا، بقلبنا، بضميرنا. هيدا عمل الروح القدس الشافي، نطلب منه فعلا هلا يجي ويشفينا، لأنه فعلا نحن مرضى، مجتمعنا مريض، عيالنا مريضة، مجتمعنا مريض، اش عارفني، كل اللي بتحسوا علامات المرض، بيقول البابا يوحنا بولس الثاني حضارتنا هي حضاره مرض وموت، مرض وموت. ما عم فكر اكيد بالمرضى، مرضى جسديا او نفسيا، عم فكر بالمرضى روحيا، يعني مرضى الخطيه. ايه بيقول هي حضاره موت وحضاره خطيه وحضاره مرض. مش كل شيء متاح معك لازم نحن نعمله، مش كل شيء، لأنه في كتير سموم مزروعة بقلب أمور بظاهرة كتير منيحة. إذا بتتذكروا بسفر التكوين بتقول بيشوفوا السمر المحرمة اللي الله حرمها عليهم، بيقولوا شهية للمنظر، معك؟ مش كل شيء مغلف بغطاء هيك حلو بيكون منيح، لأنه ممكن كتير إذا كدشته مثل ما كتشوا التفاحة، هي منا تفاحة يعني، تكون هالكتشة هذه سبب موت. الروح يشفي فينا هالميول والرغبات وبينقينا. تاني عمل واللي هو عمل إيجابي أكتر، هالروح القدس مش بس بيشيل منا أو بيحررنا من الأمور اللي هي منا منيحة. ربنا منه بس مصلح معيك ورانا، بيرقع ورانا مثل ما بيقولوا، مش بس بيسد البخاويش اللي نحنا بكون بخشناها بحياتنا بسبب خطايانا. هيك بكون تشبهوا حياتنا المسيحية، هي مثل توب،
ونحن بنصير بالخطيه نبخش هالتوبه وبتشط منه وبتنزل منه النعمه، بنصير نخسر هالنعمه شوي شوي من هالبخاويش الصغيره. قد ما كان البخش صغير بيقولوا ممكن يهد السد كله سوا، اذا كان عم بينسم تنسيم هيك صغير بيروح السد كله سوا. الله منه بس جاي يصلح ورانا، بده يحط فينا الرغبه انه احنا كمان ناخذ المبادره ونعمل اعمال مقدسه. الروح القدس بيحط فينا كل الرغبه وكل القوه انه نحن نتجاوب ايجابيا مع دعوتنا، مش بس ما نعمل شر ما نعمل خطيه. انا لما بيجوا بيعترفوا عندي بيقول لي شو ما عمل، ما عملت كذا، ما عملت عال، بقول له بالمقابل شو عملت؟ بقول له انا السؤال البسيط شو عملت بالمقابل، شو مش ما عملت؟ ما في حدا منا الحمد لله يعني الا ولازم يسال حاله هالسؤال هيدا، انه انا شو عم بعمل لحتى اتجاوب مع هالدعوة الاصلية الى القداسة؟ قديش انا عم بتجاوب مع روح الله المقدس اللي انا خدته بالعماد وعم بتجاوب معه من خلال حياتي لحتى عيش حياة قداسة؟ ليكو في دعوة واحدة للانسان المسيحي، واحدة ما في غيرها، في مشروع واحد بحياتنا ما في غيره، وهو الدعوة الى القداسة. الخوري بطقس الماروني لما بيدعي الناس للمناولة بيقولون الأقداس للقديسين. القديسين مش معناتها يعني المطوبين اللي صاروا على المذابح اللي أعلنتهم الكنيسة، القديسين يعني كل إنسان منا هو مدعو لحتى يعيش درب القداسة، بس ما عنا غير خيار بحياتنا، ما عنا غير خيار بحياتنا. وبالتالي المجمع الفاتيكاني الثاني كان يقول هناك دعوة عامة موجهة الله إلى المؤمنين إلى القداسة، ما في على في دعوة خاصة، في ناس بيتقدسوا بدعوات خاصة، معك ديسي تريزيا مار شاربيل، هاي دعوات خاصة، بس في دعوة عامة متاحة لكل الناس إنك تعيش. كيف بتعيش هالدعوة للقداسة العامة؟ إنك أنت تحس حالك معني فيها أول شيء، وبتعيش بس مفاعيل عمادك، الشيء اللي تعمد فيه أنت، يعني تعيش بس حياة العماد، لأنه في قداسة حتى الله فيك بالأساس، حتى الروح القدس فيك قدسك بهالحشا اللي هو حشا المعمودية. انت كيف بتتجاوب مع هالدعوة الى القداسة وبتعيش مسيرتك الشخصية العائلية المهنية كلها سوا؟ بتحسوا في ناس اليوم الكنيسة بتطوب اشخاص عاديين، ما بتطوب بس رهبان ورابط، بتطوب ناس عاديين يعني كان عندهم عيال، كان عندهم شغل، كانوا حتى ملتزمين بالسياسة، ما كان الناس ملتزمين بالسياسة، ومع ذلك الكنيسة اعتبرت انه هالاشخاص تقدسوا مش لانه راحوا قعدوا بالصحراء او لانه انعزلوا بدار، تقدسوا لانه عاشوا ايمانهم المسيحي بكل حذافيره بكل حياتهم بشغلهم بمهنتهم بسياستهم بكل هال، يعني حاولوا يعيشوا هالدعوة الى القداسة مطرح ما هني. جنة بيريتا مثلا القديسة المشهورة، ام عائلة كانت حكيمة وام عائلة بسيطة، ومع ذلك تقدست. ليش؟ لأنه عرفت تتجاوب مع دعوة الله العامة إلى القداسة بمحركها بفاعلها اللي هو الروح القدس، الذي بيقول بولس الرسول يأتي لنجدة ضعفنا. نحن إذا كنا ضعاف، ونحن ضعاف، ما في حدا يقول أنه أنا قوي إلا بالذي يقويني، إذا كنا نحن ضعاف في عنا عامل مساعد يأتي لنجدة ضعفنا بيسندنا. بولس بيقول نحن ما بنعرف نصلي، بس كمان فينا نقول معه نحن كمان ما بنعرف نختار، ما بنعرف نقرر، ما بنعرف نشتغل، وإذا عملنا شغلة بتطلع مكسرة مطبشة فيها 50 علة بعلة، ومع ذلك لازم يكون عندنا الثقة أنه نحن بنقدر نعمل أعمال صالحة وأعمال عظيمة بتقودنا على درب القداسة. القداسة منا استثناء، منا محصورة ببعض الأشخاص، القداسة هي متاحة لكل الناس، وبالتالي الروح القدس يضع فينا هالرغبة الصالحة، برجع بقول لحتى إذا ما تحررنا من الأمور اللي مش منيحة منعيش كل الأمور اللي هي منيحة. شو الموقف المناسب اللي أنا لازم أوقفه أمام عمل الروح القدس الشافي والمقدس؟ في موقف واحد بتعلمنا إياه الكنيسة، هو موقف التواضع. شو يعني التواضع؟ يعني
التواضع هو شيء منا فضيلة بس أخلاقية وهيك فضيلة اجتماعية بيقولوا شو هالإنسان متواضع. التواضع أخوتي هو إنك تعيش كل حياتك أولا بحاجة لربنا، تعرف دايما إنه الله هو اللي أخذ المركز الأول بحياتك، تعرف ترتب الأولويات بطريقة الله، يعني إرادة الله، يعني مشيئة الله، يعني حضور الله يكون دايما له الأولوية بكل شيء بتعمله، بكل شيء بتفكر فيه، بكل شيء بتقرره، بكل شيء بتعيشه، يكون الله دايما هو بيختار المكان الأول. إذا بتطلعوا بأيقونات أمنا مريم العذراء، الأيقونة بقول مش الصورة، الأيقونة، بتشوفوا مريم دايما مع الطفل يسوع، وبحسب فن الرسم معك في العذراء بتيجي دائما بالمحل الثاني ودائما المسيح قدام، يعني شغلة العذراء كانت أساسا أنها تعطي المسيح، أنها تختفي وراء المسيح للمسيح يبين، للمسيح يكون له الأولوية بحياته. وهيك الإنسان المسيحي بده يعرف يحط الله دائما بالمكان الأول ويعيش حياته دائما بحاجة إلى الله، إلى روح الله، لحتى يقدر يوقف ويعيش حياته المسيحية. نحن من بيقول الرب يسوع لتلاميذ قبل ما تألم بأنه من دوني لا تستطيعون شيئا، وهذا نحن بدنا نقوله، من دون الله، من دون روح الله نحن ما بنقدر نعمل شيء، وخاصة ما بنقدر نأتي بالأعمال الصالحة. ومع ذلك رغم هالضعف هيدا المسيح يدعونا لنقف، لأنه قال له لك أقول قم، معك للشاب الميت معك قم، نحن فينا نوقف بقوة المسيح ونمشي على درب القداسي على أساس المسيح يبقى الأول، هو اللي قيدنا بحياتنا، هو اللي ماشي قدامنا، وما نحط حالنا نحن أو مصالحنا أو أمورنا بالمكان الأول. المعنى الثاني لفضيلة التواضع أنك تعرف تزيح للآخر، بس أول شيء بدنا نزيح لربنا تياخد هو المكان الأول، وبدنا نزيح للآخر لحتى كمان يكون له محل إلى جانبنا بحياتنا. المتواضع هو اللي بيعرف يرجع لورا فيخلي حدا يقدم القدام أو حدا يكون موجود بمساحة حياته، مش هو معبى كل الحياة. ما هيك الأنانية، شو هي الأنانية؟ الأنانية لما أنت بتحس حالك محور الدنيا كلها سوا، وكل هالدنيا متمحورة حوله وبدها تعمل لك بس اللي أنت بترغب فيه واللي بدك إياه، ما بيعود في وجود لا لله ولا لحدا بحياتنا. الأناني هو إنسان بيعيش بس لحاله. بالإنجيل بيقول في مثل كتير حلو دائما أنا بستشهد فيه، بيقول إذا دعيت إلى وليمة لا تركض وتقعد بالمكان الأول، لا تركض وتقعد بالمكان الأول، لأنه بيقول بالإنجيل أنه ممكن يجي اللي دعاك ويقول لك يا خير المحل مش لألك، رجع لورا. إذا دعيت خد دائما المكان الأخير، ودائما أنا هيك بطبقها على حياتنا، أنه أيام بالاحتفالات أو بالأداديس بتحسوا أنه في مشكلة لعند أشخاص إذا ما قاعدون بهذا المحل أو على هذا البنك بيعملوا منا قصة. كل مشاكلنا العائلية والشخصية لأنه ما بنعرف نزيح، ما بنعرف نرجع لورا، معك ما بنعرف نترك مكان للآخر، بدنا نحن كل الأشياء وبدنا كل المحلات لألنا. المتواضع هو الذي يعرف أن يختفي، أن يرجع خطوة للوراء تيخلي مين؟ الآخر بحياته، والآخر هو اللي بيكمل لك هالعلاقة مع ربنا. فإذا أمام عمل الروح المتواضع الشافي والمقدس أنا بدي أوقف موقف العشار. بمثل الفريسي والعشار في موقفين، وهول الموقفين أنا ممكن أوقفهم من ربنا، من روح الله، من نعمة ربنا، من قوة ربنا اللي بدكن. الموقف الأول هو منه بحاجة لحدا، واقف هالقد مليين من حاله، أنا عملت كذا، أنا بصوم، أنا بصلي، أنا مني مثل بقية الناس، هذا منه بحاجة لحدا، هذا مكتفي بحاله، واقف قدام ربنا ومكتفي بحاله. يا هل ترى أنا أمام ربنا مني بحاجة لشيء ولحدا؟ الموقف الثاني هو موقف العشار، بيقول الذي وقف بعيدا ولم يجرؤ أن يرفع نظره إلى السماء وكان يقول ارحمني أنا الخاطئ. موقفي أمام ربنا هو اللي بيعرف يرجع لوين؟ لورا، ينقي المكان الأخير، وهالمكان الأخير هو اللي اختاره ربنا يسوع المسيح، لأنه مين اللي قعد بآخر شيء؟ مين اللي إجا
آخر شيء ونقل المكان الأخير مش المكان الأول، هو ربنا يسوع المسيح اللي هو اختار المكان الأخير. ما كان إنسان بيحب صدور المجالس بالمجامع معك وقدامه، هو اللي عرف فعلا يرجع لورا لحتى الآخر يبين ولحتى ربنا يبين. بزمن الصوم نحن مدعوين فعلا لحتى نعمل جردة حساب وفحص ضمير دقيق جدا بيخليني أقول وين الله معك بحياتي، وين الآخر بحياتي، وين أنا من كل هالمسيرة اللي هي مسيرة قداسي وشفاء ديش أنا عم بعيشها بحياتي. الله بابه مفتوح دايما لألي، وكنوزه وعطاياه لا تسمن ولا تقدر. أهم عطية عطانية هي عطية الإيمان، ولا يزال يمنحني هالعطايا بفيض وغزر. الروح القدس مثل ما تقولوا بيوزع عطاياه على المحتاج وعلى غير المحتاج، يشرق شمسه على الأخيار وعلى الفجار بيقول بالإنجيل معي. نبع عطايا لا ينضب. قديش أنا بحياتي اليومية عم بقدر استفيد من هذا النبع من العطايا لحتى أول شيء خلي نعمة ربنا تتغلغل بحياتي، تفوت بحياتي وتشفيني. اليوم بدي أصرخ أنا وياكم يا رب شفينا من حالنا، أهم شيء شفيني من حالي، شفيني من أنانيتي، من محدوديتي، من صغر عقلي معك، شفيني من كل الأمور اللي أنا بعظمها وهي بالوقت ما قال أي قيمة، وافتح لي باب لحتى أشوف فعلا الأمور العظيمة اللي ممكن أنا أعملها بحياتي. أكيد نحن كمسيحيين نقدر نعمل أمور عظيمة، والأمور العظيمة هي أمور محبة، هي أمور تضحية، هي أمور بذل، وهيك بكون فعلا عم بعيش فعل توبي. مش بس لما بجي على الكنيسة وبعترف أمام الخوري، هذا كتير مهم. التوبة هي مسيرة يومية دائمة بتخليني أتجنب انتبه إلى المهالك الكتير اللي ممكن تواجهني، وبتخليني كمان بذات الوقت أقوم بالخيار المناسب لحتى حياتي تكون فعلا حياة قداسي، لأنه ما عندي غير دعوة بعائلتي بذاتي بمجتمعي إلا إلى القداسي. بدي صلي معكم على نية كل عائلاتنا، على نية كل واحد منا لحتى يكون فعلا عم بيعيش مسيرة توبة دائمة متجددة بتخلينا هيك بحالة فرح، لأنه التوبة منا حزن، بحالة فرح لأنه نحن قادرين من خلال هالعلاقة المتجددة مع ربنا بقوة الروح القدس أنه نكون عم نعيش حياة هيك مسيحية حقيقية، نكون عم نشهد للمسيح بحياتنا. وبعطيكم هيك بالآخر بركة ربنا اللي هي ضرورية، اللي هي مهمة تكون معنا لحتى تقوينا وتشددنا وقت الضعف وقت التجربة، وتكون معنا دايما باسم الآب والابن والروح القدس. أمين.